السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الندوة حول إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في العالم العربي. الحديث اليوم سيكون عن الكوارث الطبيعية في الساحل المصري. للحديث حول هذا الموضوع يشرفني ويسعدني أن أستقبل الدكتورة مروة حافظ من مصر. أنت عندك تجربة كبيرة جدا في هذا المجال، سواء تجربة أكاديمية أو تجربة عملية، وأيضا تجربة من خلال المشاركة في المجتمع المدني. فحابين أن نشارك مع المستمعين هذه التجربة، لنرى يعني كيف، ما هي آثار هذه الكوارث وكيف يتم التعامل معها. دكتورة مروة، أهلا فيك. أهلا بحضرتك، أنا بعتذر عن الخطأ الفني. لا بسيطة دكتورة. دكتورة، الندوة عندنا فيها 3 أقسام. القسم الأول راح نتعرف فيه بشكل أفضل على مسيرتك العلمية والعملية، وأيضا الجزء الثاني سنتحدث فيه عن موضوعنا، موضوع الكوارث في السواحل المصرية، وبعدين سننهي في الإجابة عن أسئلة المشاركين. خلينا نبدأ بالجزء الأول. يعني الجزء الأول نتعرف عليه أكثر، إنه أنا بالحقيقة اهتميت كثير جدا في سيرتك الذاتية. لاحظت إنك بدأت دراسة الليسانس في كلية الآداب قسم الجغرافيا، وبعدين تحولت دراسة الترجمة للغة الإنجليزية، وهذا يفسر إنك قمت بترجمة عدد كبير جدا من الكتب فيما بعد يعني إلى اللغة العربية. وبعد توجهت إلى الماجستير والدكتوراه بكلية العلوم قسم الفيزياء، فكان الموضوع تبعك بالحقيقة حول الكوارث الطبيعية ومواجهة هذه الكوارث الطبيعية. فسيرتك العلمية خلينا نقول إنه مختلفة عن اللي بنعرفه عادة، إنه بس نبدأ بكلية الآداب نكمل بكلية الآداب. أنت لا، رحت على كلية الآداب بعدين تحولت إلى كلية العلوم، فهذا الحقيقة يعني كثير مهم نعرف أكثر عنك. يعني لماذا بدأت بالآداب تحولت بعدين إلى العلوم، دراسة الماجستير، إيش كان موضوع الماجستير، موضوع الدكتوراه؟ فإذا في إمكانية يعني تشاركينا تجربتك هذه الشخصية في مسارك العلمي، تفضلي دكتورة. هو الموضوع بدأ معايا بدري شويه، يعني ثالثه اعدادي، وانا عارفه انا عايزه اخش كليه اداب بس جغرافيا. كان بسبب المدرسه بتاعتي، مدرسه اللغه الانجليزيه، هي كانت بتحب الجغرافيا جدا بس ما درستهاش، فكانت بتخليني دايما اقرا في يعني في الجغرافيا باللغه الانجليزيه علشان انا امرن نفسي واتعلم كده، فانا حبيتها جدا. فقررت ان انا خلاص انا عارفه طريقي في ثانوي وفي كليه باذن الله يعني، وفعلا دخلت جغرافيا. اتصدمت ان ما فيش المكتبه العربيه، مش عايزه اقول فايده، يعني المكتبه العربيه رائعه جميله، بس في بعض الاقسام هي يعني مقصره شويه، زي الكوارث مثلا. يعني الكوارث انا ترجمت حاجات كتير فيها، احنا ما اهتمناش قوي بدراسه الازمات. فدخلت قسم جغرافيا عن حب طبعا، درست جيومورفولوجي، بس كجغرافيا كانت بالنسبه لي المصطلحات جديده. اوكي. فلما درست الترجمه حبيت قوي ان انا اترجم بس في المجال بتاعي، فرجعت لمجالي تاني بس مع دراسات العليا والبحوث، اللي هو الحاجات البيزكس اللي درستها، لان ده يعني يكاد يكون شغفي الاول برضه، هو الحاجات بتاعت الجيومورفولوجي والكوارث والحاجات دي. ففي الماجستير درست كوارث طبيعيه او دراسات بيئيه كوارث طبيعيه، وفي الدكتوراه درست بقى زي ان انا بدير الكارثه اللي قدامي دي. طريقة البحث اللي عملت فيها بالدكتوراه، وكيف يعني جمعت البيانات، كيف قمت بتحليل هذه البيانات، وإذا في عندنا، إذا ممكن تعطينا يعني نتيجة أو نتيجتين مهمات بالنسبة إليك في هذا الوقت يعني. هو انا حابه ابدا الاول برشيد في الماجستير بتاعي، انا اخترتها لان هي تعتبر اخر محافظه في الدلتا، يعني احنا في اسكندريه مش لاحقين الدلتا قوي، يعني احنا يعني بعد الدلتا غربها بحته صغيره، فمش مقصره فينا زي رشيد. رشيد اللي هي محافظه البحيره ومحافظه كفر الشيخ، تاثير كلايمت تشينج عليهم باين بعين، باين كده بالعين. يعني مثلا ال سولت ووتر انتروجن
حياتك بتشوف الملح كتل كتل على السويل وانت ماشي على البحر، لان هما البحر عندهم مش في الاماكن الرمليه زي عندنا، في اماكن طبيعيه، فبتلاقي الطمي السويل، فبتلاقي الملح باينه جدا. عندنا مشكله تاكل السواحل، نعمل تشينج ديتكشن لرشيد كل سنه، يعني اسكندريه مثلا ممكن كل 5 سنين تعمل تشينج ديتكشن رشيد كل سنه، التاكل فيها باين بشكل يعني غريب، البحر فيها يعني داخل قوي. عندي كمان مشكله تانية، انا عندي كثبان رمليه، دي موجوده طبعا بشكل طبيعي. العادات الخاطئه بتاعت المزارعين ان هم بياخدوها وبيعلوا بيها الارض علشان يبعدوا شويه عن الملح، فده عمل لي مشكلتين، ان انا ما بقاش عندي دلوقتي كثبان رمليه، ودي طبعا حمايه طبيعيه من عند ربنا للساحل، فبالتالي الساحل بيتهجم اكتر من البحر. المشكله الثانيه ان احنا ما هربناش من الملح ولا حاجه، التملح واصل ومؤثر. مشكله برضو ثالثه اللي خلتني اختار رشيد، الهبوط الارضي او اللاند سبسايدنس اللي بيحصل في الدلتا في شمال افريقيا كلها. حضرتك عارف افريقيا بتنزل اصلا، طبعا هي ملي مترات فقط في السنه لكن بتاثر، وبرضو باينه اكتر في البحيره وكفر الشيخ، دي محافظات الجوار جنبنا جنب اسكندريه، اكتر ما هي باينه عندنا. بالنسبه للدكتوراه بتاعتي انا لما خدتها حبيت ان انا اقيس بقى تاثر المجتمعات الساحليه بالكلايمت تشينج او بالديزاسترز اللي كريتد الكلايمت تشينج. عندنا مجموعه كبيره جدا من المخاطر اللي هي متعلقه بالكلايمت تشينج، في منها الباينه الحاجات اللي ظاهره قدامنا، في الحاجات اللي هي بتزحف كده من غير ما تحس، يعني مثلا زي الجفاف بترفع من سطح البحر، ده بيوصل بيبقى حاجات بسيطه فما بتحسش بيه، بس بتتفاجئ ان الموضوع بقى يعني لا يحتمل. طبعا احنا عندنا حاجات تانية اكستريمز قوي، زي مثلا الهيت ويفز والكولد ويفز عندنا في اسكندريه غريبه جدا. يعني انا اذكر ان احنا لما بيبقى درجه الحراره عندنا 25 كده يعني الدنيا حر، وصلت أكيد عندنا 45 أكيد أي 45 دي يعني احنا مش متخيلين شكل الشارع، يعني انا مش متخيله ازاي 45. نفس الكلام في الشتاء كولد ويفز، احنا عندنا لما كان يبقى درجة الحرارة 10 اللي هو بنوقف المدارس والموضوع صعب، احنا وصلنا 7 وفي سنة وصلنا 0 صفر حقيقي. فبالنسبة لنا دي كانت دي مصيبة، كولد ويفز والهيت ويفز دي البوث اكستريمز بتاعت كلايمت تشينج احنا ما استحملناهمش، فالفولنربيلتي بتاعتنا كمجتمع كانت عالية جدا، فبالتالي الريزيلينس بتاعتنا كانت منخفضة جدا. حضرتك عارف الاثنين عكس بعض، فالريزيلينس بتاعتنا كانت منخفضه جدا في الفتره دي. فانا كنت حابه اقيس المستوى الوعي بقى، او مش الوعي، هو انا قستها على انها بيرسبشن اوف ريسك، قستها على مستويات مختلفه، مستوى الببليك، الناس العاديه اللي في الشارع، والديسيشن ميكرز. لان انا لو عندي ديسيشن ميكر مش فاهم او ما عندوش بيرسبشن صح للريسك مش هياخد قرارات. أكيد فانا عملتها على 91 متخذ قرار ما بين رؤساء احياء والادارات، ويعني صف اول وثاني والمحافظ والمساعدين بتوعه، والناس ناس كبيره قوي، يعني هم مشكورين وافقوا ان هم يعملوا معايا التنسيق ده. بالنسبه اوصل عملت زي فوكس جروب ديسكشن كده مع كل مجموعه، مع المزارعين لوحدهم لان احنا عندنا طبعا زراعيه، ومع الصيادين لان احنا منطقه ساحليه، مع الاطفال في المدارس اصلا لان هم دول سيشن ميكرز بتوع بكره، ومع الامهات في البيت، بس برضه وصلت لهم عن طريق الاطفال اللي انا كنت بديهم تاسكات وهم يعملوها، يعني كل كتاب كنت بديلهم تاسك مش هيعرف يعمله من غير اللي موجود في البيت سواء مامته او بابا، بحيث ان انا ابقى وصلت لهم من غير برضه ما ابين قوي. والعمال المصانع، لان احنا مصانع عندنا في اسكندريه على البحر، فدي برضه مشكله كبيره، أكيد أكيد كل حاجه على البحر. نيكي بالطريقة اللي تعاملت فيها. رح نرجع كل حال نحكي بتفصيل أكثر، بس بدي أسألك عن مسيرتك المهنية دكتورة. يعني أنت عملت في وزارة التنمية المحلية في مصر، عملت في البداية كمدربة لحقيبة الأزمات والكوارث بمركز التنمية المحلية بسقارة، تكون اكيد تكون قريب على الاسكندريه. هذا اول جزء، يعني موضوع التدريب
والجزء الثاني لان تمام. انت كان عندك مسؤوليه اكبر بكثير، يعني انت كان عندك منصب مدير الاداره العامه للازمات والكوارث وغرفه العمليات الرئيسيه بديوان عام محافظه الاسكندريه، يعني هذا منصب مهم جدا. احنا كان انه الاداره العامه للازمات والكوارث وغرفه العمليات الرئيسيه، يعني ما شاء الله هي مسؤوليه كبيره جدا. الأزمات الكوارث هي إدارة عامة طبعا تتبع المحافظ مباشرة كمتخذ قرار. إحنا كنا يعني أنا كنت مهمتي إن أنا باخد الإحصائيات اللي بتحصل أو البلاغات اللي بتحصل لي من غرفة العمليات، وببدأ إن أنا أعمل لها أناليسز. معايا؟ ألو؟ ايه سامعينك دكتورة، تفضلي. فببدا ان انا اخد الاحصائيات والحاجات البلاغات اللي بتجيلي من غرفه العمليات، وبعمل لها دراسه. هي الازمات اداره مستقله عن العمليات، الاثنين ادارتين مستقلين، فانا كنت ماسكه الاثنين مع بعض. العمليات بيجي لها بلاغات من الناس، والازمات اللي هي القائمه على الاكشن بلانز بتاعت المحافظه او الجمهوريه، لان انا كنت مشاركه في الاكشن بلان بتاعت الناشونال اكشن بلان بتاعتنا. ف كنت باخد البلاغات اللي بتجيلي وببدا اعمل عليها دراسات وكده وتحليلات. يعني مثلا اللي بيحصل لي دلوقتي ان كان في مجموعه حوادث حصلت، حوادث طرق حصلت في منطقه معينه، كل فتره مثلا خلال حوالي 10 ايام او اسبوعين الاقي حادثه حصلت في نفس المنطقه. بعد ما عملت عليها دراسه ونزلت وشفت والكلام ده كله، لقيت المنطقه فعلا ما فيهاش اشاره مرور، والحارات بتاعتنا كبيره اللي هي اللي بتعدي الشارع كبيره جدا. فعملت التوصيه بتاعتي ان يتعمل اشاره مرور في المنطقه دي، او طبعا مطب، بس المطب كان هيعمل مشكله تانية، حوادث تانية. فاتخذ القرار وقتها المحافظ وافق على اشاره المرور واتعملت بالفعل، والحمد لله ما بقاش فيه حوادث نهائي في المنطقه دي. طبعا نفس الكلام بقى حاجات تانية كتير، يعني مثلا لما بيجي لي مشكله ان في بيت وقع او في مشكله في حاجه، طبعا البيت اللي بيقع بيصدع البيتين اللي جنبه، بيتصدعوا بيشرخوا يعني. فببدا ان انا اشوف البيوت اللي جنبه، هل الناس اللي موجوده دي عندها مكان تاني تعرف تنقل، ولا احنا هنضطر نرمم مثلا، ولا هنعمل ايه. عملت برضو احصائيه كامله او قاعده بيانات جيو داتابيز طبعا من جي اس للمنشات العائده للسقوط والمنشات الثانيه المتهالكه، لان المتهالكه دي بتبقى الريسك بتاعها عالي جدا، بتبقى هاي ريسك يعني. وفي منشات ثانيه بتبقى متهالكه لكنها تقدر يعني تقاوم شويه، خصوصا ان احنا الفتره الاخيره الشتاء عندنا بقى عنيف جدا، يعني المطره بتنزل توقع بيوت. طبعا ده ما كانش معتاد، يعني احنا ما عندناش في مصر الكلام ده. في مصر عندنا كانت شويه مطر حلو وكده وخلاص الموضوع بيعدي، لكن احنا دلوقتي الميه بتنزل تهد بيوت. فبرضه دي من الاكستريم ايفنتس الجديده اللي طرأ علينا جدا. ده باختصار كده. شكرا. يعني عندكم تتعامل بالحقيقة مع معظم المؤسسات الحكومية مشان تبادل المعلومات طبعا كل المؤسسات طبعا معانا. والاستفادة من التجربة السابقة، فهذا موضوع يعني اللي تفضلت فيه موضوع الريزيلينس، يعني كيف نستفيد احنا من التجارب والتغييرات الكبيرة اللي عم بتصير حاليا عنا من أجل نحاول يعني نواجه هذه الكوارث بأفضل طريقة ممكنة. يعني حسب رأيك إنه اليوم إيش القدرة، يعني هل على المواجهة، سواء كونه في عندنا تغيير كبير عماله بصير في موضوع المناخ وعم في تفاقم يعني بالأزمات مثل ما تفضلت، يعني سواء كان الفيضانات أو درجات الحرارة اللي رح نرجع نحكي عنها، إيش رأيك حاليا بالإمكانية الدول الكبيرة وذات كثافة سكانية عالية بالتجاوب مع هذا الكوارث عم تتفاقم، فما هي قدرة اليوم المؤسسات أو المجتمع من أجل مواجهة هذا التفاقم؟ هذا السؤال الكبير اللي مش بس في مصر، يعني بجميع أنحاء العالم. احنا كإنسان بالضبط. الناس كلها ماشيه ناحيه الاي اي والشغل العالي والهاي تكنولوجي وبتاع، فين الانسان؟ يعني حد لحضرتك مثال بسيط الريزيلينت. اولا انا شغاله دلوقتي على كتاب اللي هو هاو تو بيلد ريزيلينت كوميونتي، زي ان انا ممكن ابني ريزيلينت كوميونتي. مثال بسيط المصري القديم، احنا عندنا فيضان سنوي كل سنه بيحصل في نهر النيل طبعا قبل السد العالي. المصري القديم كان بيعمل ايه؟ كان بيجي وقت الفيضان بيسيب الارض الزراعيه بتاعته للنهر،
هو يقدم التربه بتاعتها براحته، يهويها ويغير الكائنات الحيه اللي موجوده ويرفش ويعمل كل حاجه فيها كويسه، على ما هو يخلص حاجه تانية في مكان تاني ويرجع لارض زراعيه خصبه ايا كان نوع الزراعات اللي فيها، وتبقى على يعني افضل جوده. فده تأقلم رائع جدا. دلوقتي لو احنا ما عندناش السد العالي وحصل فيضان، تخيل حياتك كميه الكوارث اللي هتحصل، كميه الجسور الكباري اللي موجوده على النهر اللي هتقع وتنهار، المباني اللي موجوده، الاراضي الزراعيه اللي هتغرق. احنا ما عندناش ثقافه التعامل مع الاحداث البيئيه، مش عارفين نتعامل مع الكوارث. لازم احنا نتأقلم. انا ما اقدرش اوقف كارثه طبيعيه، ما اقدرش اوقف تغير المناخ، ما اقدرش بقدرتي، انا اقدر اتأقلم معاه، اقدر انا اني اخد خطوه لورا شويه لحد ما الدنيا ما تظبط شويه. احنا السر فينا الانسان، مش التقدم ولا الدراسات ولا الكلام ده كله. احنا لازم بقى بعلم الاجتماع وعلم النفس يدخل شويه معانا في كلايمت تشينج. اقول لك على حاجه برضو انا درستها، البي تي اس دي هي البوست تروماتيك ستريس اوردرز اللي هي تربى بعد الصدمه، ده في مجالنا احنا برضو. احنا عندنا كوارث، يعني زلزال تركيا لما حصل، انا اذكر ان في الاخبار قالوا ان في بنت حلمت بس ان في هزه او حاجه في السرير، نطت من الشباك وتوفت. تمام، دي كان عندها اضطراب ما بعد الصدمه، دي بقى مش قادر يستوعب حدوث زلزال اخر بنفس القوه. حاجه زي دي محتاجه الناس بتوع علم النفس، لازم علم النفس يدخل معانا احنا كدوات. احنا مجال متعدد التخصصات، ما ينفعش انا ادرسه لوحدي. هذا الجهد لجهد مؤسسي، يعني كيف بإمكاننا نتعامل معه حتى نقدر نوصل فعلا لأطياف المجتمع بمساعدة الدولة، مساعدة المؤسسات، الشركات. هل في عندك يعني اقتراحات بهذا الشيء دكتورة؟ الحل الوحيد ان احنا نشرف الناس دي في القرارات بتاعتنا، إيه سواء عن طريق مثلا طلبه الجامعه اللي برضو دول يعتبروا قطاع كبير جدا، طلبه الجامعه يعني مثقف، قطاع مثقف، ان هم إيه احنا ممكن نخليهم يعملوا ورش عمل هم للاطفال بتوع مثلا اعدادي او ابتدائي، فيبقى احنا كده اخذنا الاثنين، منها طالب الجامعه بيذاكر وبيجتهد عشان يبقى واقف كويس قدام الطالب، لان هو فرق بين 3 سنين بس، 3 سنين بتوع الثانوي بس، طالب الجامعه برضو صغير، وفي نفس الوقت انا قدرت احصل على الشباب اللي هم بتاخد القرار بتوع بكره. فده انا اقدر اعمله. احنا عندنا في اسكندريه او في مصر كلها بنعمل مشروع كل سنه سنوي في ميعاد محدد ثابت، بنجمع فيه كل الاطراف المعنيه باداره الازمات والكوارث، وبنقعد نتبادل السيناريوهات بتاعتنا ونتبادل الخبرات، وكل واحد حصل عنده مشكله ايه السنه اللي فاتت وحلها ازاي والمفروض كان يحلها ازاي، لان احنا برضه تحت ضغط، ما بناخدش قرارات سليمه. فاحيانا يعني واحنا بنتناقش فبنقول لحد مثلا في الشباب والرياضه، لا انت مش المفروض تعمل كذا، انت المفروض تعمل كذا، هو بيبدا يصلح عنده في السيارات بتاعته واحنا بنصلح عندنا، لان ده تبادل الخبرات. كل ده في الاخر بيصب في زي emergency codes كده عندنا في اداره الازمات، كل ده بيصب فيها اداره الازمات هي المسؤوله عن الاجتماع ده، الاجتماع السنوي. بس برضو اداره الازمات عمرها قصير جدا، احنا من 2016 لسه، يعني لسه ما بقالناش حاجه كبيره، فما عندناش الريكورد او الهيستوري اللي يخلينا ان احنا يعني نقف على رجلينا لسه. بس احنا كل ده بنحاول نجمع حاجات كويسه يعني. وبعدين احنا في مصر برضه ما عندناش مشكله، ما حسيناش بالكوارث غير من زلزال 92. قبل زلزال 92 احنا ما كناش نعرف اي حاجه خالص ليها علاقه بالزلزال احنا كمجتمع، لان انا مش بتكلم، انا 92 ما كنتش شغاله في المحافظه ولا حاجه، فانا بتكلم كمجتمع. انا لحد 92 ما كانش عندي اي فكره عن زلازل ولا اعاصير ولا براكين، ما اعرفش اي حاجه عن الكوارث. فهو ده اللي نور لنا شويه الطريق وخلانا بدانا نحط اكشن بلانز وبدانا نعمل ادارات يعني حاجات خاصه بالازمات الكوارث. من نشاطاتك يعني المهمة تأليف الكتب، أنت ألفت أكثر من كتاب دكتورة، وفي كتاب حاليا تحت الطبع حول استخدام إنترنت الأشياء في الإدارة الذكية للأزمات والكوارث، وفي عندك كمان كتاب ثاني 100 سؤال وجواب حول تغيير المناخ من أكاديمية البحث العلمي، وفي عندك في كتب ثانية. آخر كتاب حول استخدام الإنترنت الأشياء، إيش الفكرة من خلال، لماذا كتبت هذا الكتاب؟ احنا عندنا في مصر برضو او اسكندريه حاجه، ان هو لما تحصل كارثه يتطلب منك يعني انت مديرة الازمات ان انا انزل بنفسي اشوف المشكله فين واصورها واعمل تقرير ليها وانا في الفيلد نفسه والكلام ده كله.
انا عندي دلوقتي تقدم، عندي اي اي، عندي حاجات كتير قوي انا اقدر استخدمها في ان هي يعني تحل محل الموضوع ده، عشان انا اقدر اتخذ قرار صح من غير ما اكون تحت ضغط. فانا ممكن استخدم مثلا الساتلايت ايمجز، ممكن استخدم الكاميرات اللي موجوده في الشارع، احنا عندنا كاميرات في كل حته، سواء بتاعه المرور كاداره مرور اللي هي السيارات والحاجات دي كلها، المراقبه بتاعتها 24 ساعه، او الكاميرات العاديه اللي موجوده في المحلات. هي دي دلوقتي عندنا شرط عشان تفتح محل او العمارات الكبيره. فانا عندي حاجات كتير بتاهلني ان انا استخدم الاي اي وانا قاعده في مكاني عشان اقدر اتخذ قرار صح، مش عشان انا مش عايزه انزل، عشان الوقت ده ممكن اعمل فيه حاجات اكتر. وبعدين اتخذ القرار نفسه مش انا بقى دلوقتي، انا بتكلم على مستوى اعلى، المحافظ مثلا او الوزير، لو هو نزل الشارع يبقى تحت ضغط كبير جدا، هو ممكن ياخد قرارات احيانا مش صح او كويسه بس مش هي اصح حاجه. فانا دلوقتي عندي مش هقول تشات جي بي تي، بس في حاجات شبهه، حاجات شبهه، بس طبعا السريه بتاعتها او الخصوصيه بتاعتها اعلى شويه، لان التشات جي بي تي ما فيهوش خصوصيه خالص. يعني انا بحط البيانات بتاعتي كلها وهو بيعمل لي التحليل اللي انا عايزاه، الاناليسيس بتاعي بيوصلني زي ما انا عايزه. هو كمان بما انه يعني ما فيش مشاعر فبيقدر يحط لي قرارات صح جدا، لا تشوبها شائبه يعني، تمام. فبيديني بدل القرار ثلاثه، او ده اللي انا عملته الشغل بتاعي عاملاه جزء عملي كمان، فبيديني بدل القرار واحد ثلاثه، انا اقدر اختار منهم من الانسب بالنسبه لي. يعني انا قدامي ثلاث قرارات الثلاثه صح، فانا بختار الانسب في كل الاحوال. حط في كتابين من كتب ديفيد ألكسندر، يعني على ما يبدو كنت مهتم بهذا الكاتب. ففي أنا أعرف شخصياً، يعني أعرف شخصياً. الكتاب كيف تكتب خطة الطوارئ أو مبادئ تخطيط وإدارة حوادث الطوارئ. لماذا اهتميت بهذا الكاتب؟ كان في دراسة حالة في الكتاب الأول هو مبادئ حالة الطوارئ. كان في دراسة حالة عجبتني جداً، وهي كانت بتتكلم عن حريق حصل في كوبري، بس كوبري سوري، نفق. النفق ده كان كبير جداً، والحريقة حصلت في عربية نقل حاويات مواد خطرة في نص النفق، والسواق لما حس بالسخونيه جري وساب العربيه، فعطل الدنيا وراه، كانت الاصابات والوفيات هائله. فهو كان بيحللها بطريقه عجبتني جدا، فانا كنت بدور عليه على النت على اساس ان انا يعني انا ما اعرفش بقى هو مين ده ولا عايش ولا لا او كده، فقلت ادور عليه، فلقيت الايميل بتاعه فسالته، فهو رد عليه في نفس اليوم، يعني هو اكتف جدا، لقيته رد عليه في نفس اليوم وبعت لي كمان حاجات تانيه اقراها، فقريتها وبناقش فيها. فكان بيرد اول باول، يعني ما كانش بيبيت مثلا الايميل يومين ثلاثه، فكان بيرد اول باول، وانا برضو الحاجات اللي بيبعتها لي بقراها وكده واحللها واشوف وجهه نظري ايه وابعته، حتى باخد رايه في الشغل اللي انا بعمله. فهو بعت لي بقى الكتاب الثاني بتاعه اللي هو كان الطوارئ دي، لان هو وافق الاول على ترجمه الكتاب الاول، وبعت لي كمان الثاني، يعني الثاني عندي هارد كوبي جاي لي من هديه. يعني هو حد يعني ما شاء الله، يعني اكتف جدا جدا ومتعاون جدا. دكتور، أنا لاحظت كمان في عندك يعني كمان موهبة أخرى، خلينا نقول عندك موهبة كثيرة، هي كتابة القصص. والله اهو انا ما اعرفش الموضوع ده يعني دي جت ازاي، بس انا بلاقي يعني بحس انا عايز اكتب حاجه وبلاقي الاحداث مترتبه في دماغي. الدنيا معايا فعلا كانت صدفه، يعني اول مره خالص دي كانت صدفه، كانت جزيرة برمودا، دي كانت دي الوحيدة اللي كانت صدفة بصراحة. بعد كده أنا بدأت أركز فلقيت يعني الموضوع سلس معايا، يعني في متحف الملعون، أنا مش فاكرة كنت بسميها إيه بصراحة، المتحف الملعون دي برضو دي حاجة يعني كنت بقرأ عن توت عنخ آمون واللعنة اللي حصلت للمكتشفين بتوعه وكده، ده كتاب علمي، كتاب تاريخي أصلا. فحسيت ان انا في افكار تانية ملهاش علاقه طبعا بتوت عنخ امون شخصيا، بس ليها علاقه بايه اللي ممكن يحصل لو حد مثلا زار مكان او متحف فيه جزء كده او بعد مختلف، ممكن يدخلنا للوقت اللي كان عايش فيه المصريين القدماء، ايه اللي ممكن يحصل، وخصوصا لو كانت المومياوات اللي موجوده مش احسن حاجه، شريره يعني، فكانت ممكن تعمل ايه مع الناس دي. فعشان كده يعني one thing leads to another، يعني هو حاجة جابتني في حاجة. فأنا كل حاجة بقرأها بالعربي سوري في علمي بتقلب معايا في حاجة تانية. يعني أنا حاليا
بس دي هتبقى دراسة أكتر، كونها قصة أو رواية أو أي حاجة. بحاول إن أنا أجيب الكلايمت تشينج اللي كان حاصل زمان من خلال الأدب. هما اللي بيكتب دايما بيحط طابع اللي موجود حاليا، يعني مثلا تلاقيه بيتكلم عن الجو الغائم، الأمطار الشديدة أو الجفاف القاحل أو أي حاجة من الحاجات دي كلها. الحاجات دي أنا بحاول أستخدمها كمعطيات عندي أنا للمناخ القديم، وفي نفس الوقت أنا بكثير عن موضوع انقطاع الكهرباء في مصر وتأثيره طبعا على المواطنين وعلى المجتمع. ممكن تحكي لنا عن هذا الموضوع؟ ايش هي الأسباب اللي عم تؤدي لهذا الانقطاع؟ انا ما اعرفش ايه البعد السياسي من الموضوع ده، لا او لا، بحكي عن بعد سياسي تقني، عم نحكي. محدش مصرح بيه. ولكن لو هنتكلم على التغيرات اللي بناخد فيها درجه الحراره، فانا عندي المولدات بيتم تبريدها بالميه، حضرتك عارف كده. فالمجاري المائيه عندنا درجه حرارتها بقت عندنا وصلت في بعض المناطق 45، احنا منطقه ساحليه، يعني احنا عندنا اسوان اللي هي جوه قوي دي ممكن توصل 50 واكتر، فاحنا منطقه ساحليه وعلى البحر، ودرجه الحراره العاديه بقت 45 واحيانا 40 طبعا. الميه سخنه جدا، فالميه اللي بيتم تبريد المولدات بيها اول ما بتلمس المولدات بتحرقها. يعني الميه ما بقتش ساقعه، الميه بقت سخنه، أكيد والمولد سخن فهو مستني ميه تبرده، فمع الاسف ده ما بيحصلش. فاحنا عندنا مولدات كتيره جدا خرجت بره الخدمه بسبب المشكله. انا ما اعرفش هم هيتصرفوا ازاي، بس فعلا الموضوع بالنسبه لنا يعني قد تكون هنتحول لنوع اخر من الطاقه. بس لحد دلوقتي توليد الكهرباء عن طريق اللي هي احنا بنشتغل لحد دلوقتي بالسد العالي والميه فقط، الامواج. ده الموضوع يعني هو مش الموضوع بحث. الأساسي. موضوع الدكتورة، إذا ممكن تشغلي الكاميرا شوية حتى نرجع نشوفك. أهلا فيك تعرف حضرتك دكتورة. يعني تقريبا وصلنا لنهاية اللقاء. حابب هيك يعني بتعرف، بتحب ننهي اللقاء ببعض التوصيات؟ فإذا بدك يعني توجهي رسالة حاليا من خلال تجربتك للمؤسسات العامة، يعني إنه وانا حابه قوي ان احنا نربط العلم بالدوله نفسها. يعني احنا كمتخذ القرار لازم يكون فيه وراه باحث هو اللي بيتحرك. يعني حد حضرتك مثال، احنا البحر عندنا الاسماك اتغيرت، درجات الحراره المختلفه خلت انواع تانية، سبيشيز تانية طلعت غريبه اكلت الانواع اللي موجوده عندنا، أكيد تمام؟ فهي اتغيرت، احنا ما بقيناش عارفين ايه اللي في الميه، ايه اللي بيحصل. ده مثلا على موضوع الاسماك. الميه كمان، الميه اللي احنا بنشربها كمان التركيب بتاعها بقى، في حاجات كتير قوي اتغيرت مع البلاد اللي احنا فيه ده. فاحنا لازم نربط اتخاذ القرار نفسه او الاكشن بلان اللي موجوده في الدوله بالعلم. أكيد انا ما ينفعش ان انا كمتخذ قرار، انا عندي خبره كويسه لكن انا ما ينفعش اشتغل لوحدي من غير ما يكون معايا باحث تاني هو شايف اللي انا مش شايفه. يعني انا بعتبر ان الصوره زي البازل، لو ما كانش كل واحد هيحط الجزء بتاعه انا مش هشوف الصوره كامله. كثير مهمة، يعني انه مشاكل جديدة، ظروف جديدة تتطلب بحث وابتكار، فالبحث له دور كبير. يعني وهون برجع انه دور الجامعات، يعني تعرف دور الجامعات بالحقيقة تم تهميشه نوعا ما للأسف بالفترة الأخيرة. فترجع حاليا الجامعات عندها دور أساسي جدا، يجب دعم الجامعات، دعم الباحثين، هي الوسيلة الوحيدة اللي عندنا اليوم مشان نقدر نواجه هذه التحديات. فبشكرك أنا، يعني إنه هي النقطة الأساسية بالنسبة للمؤسسات، هذا الشيء كثير. هو بعد حضرتك في حاجه تانية بعد اذن حضرتك، الباحثين برضو لازم ياخدوا بالهم ان هم بيتعاملوا مع ناس مش متخصصه. يعني أكيد انا لما بقرا مثلا رسائل، بحس ان انا يعني باحثه وعارفه دور العلم، بقرا رسائل مثلا من بتوع كليه الهندسه، انا ما بفهمش ايه التوصيه بتاعته، انت عايز تقول لي ايه اصلا؟ فيعني برضو يا ريت اللغه الاخيره، الصفحه الاخيره بس بتاعت التوصيات تكون مبسطه، بحيث ان متخذ القرار من خلفيات مختلفه. احنا كلنا في المحاضرة من خلفيات مختلفة، فاحنا مش قادرين نفهم هو عايز يقول ايه، أكيد فهي دي برضه مشكلة. يعني هو كان هذا سؤالي الثاني، يعني ايش رسالتك للباحث؟ فتفضلت يعني انه الباحث يجب انه كمان انه يعني اللغه اللي بيستخدمها
سواء للمجتمع او للشركات تكون واضحه، وكمان يكون عنده اهتمام. يعني احنا المشكله انه في عندنا عدد كبير من الباحثين اهتماماتهم نظريه اكثر منها تكون كمان اهتمامات للمشاكل اللي عم بيواجهها المجتمع والتحديات. فكمان هاي كمان رساله كمان مهمه. حتى البرامج التعليميه، يعني البرامج التعليميه يجب اعاده صياغتها، لانه المشاكل اختلفت وكذا وكذا. فيجب اليوم انه المدرسين بالجامعات وحتى في المدارس يعني انه يتم في تحديث لهذه الامور. هذا بيطلب كمان جهد كبير جدا. ايش رسالتك للمواطن دكتور؟ يعني انا عايز اقول المواطن خليك واثق اكتر شويه، مش بس جوه مصر، في دراسات اتعملت بره لو حابب يعني حابب اذكر منها. في ناس مش بتثق قوي في الحكومه بتاعتها، فخليك واثقين فينا شويه. ويعني احنا بنعمل دايما لصالح المواطن، لان احنا اصلا مواطن، فاحنا بنعمل لصالح المواطن دايما. ولو عندك معلومه ما تدخلش علينا احنا بيها، لان في ناس في فئات المزارعين على سبيل المثال والصيادين، الصيادين عارفين مواعيد النواة عندنا اللي هي المواعيد بتاعت الأمطار الثابتة في السنة، عارفين مواعيدها وعارفين بتخلص إمتى وبتيجي إمتى وشدتها، وعارفين حاجات يعني قد يكون ولا الباحثين ولا اللي عاملين هم عارفينها، وعيهم أعلى بكتير في الحاجات دي. ففي المزارعين نفس الكلام، بيعرفوا يتعاملوا إزاي مع أقل درجة حرارة أو أعلى درجة حرارة، هم بيعرفوا يتعاملوا إزاي. فأنتوا ما تبخلوش علينا بحاجة، واحنا يعني خلونا مصدر ثقة. بس دي الرسالة اللي عايزة أقولها. واضحة جدا. في دكتورة في سؤال، انه كوننا احنا بنحكي عن محافظة الإسكندرية، ايش هي تأثيرات تغيير المناخ حاليا الواضحة او غير واضحة حاليا على محافظة الإسكندرية؟ تفضلت حكيت عن اكثر من موضوع، اذا في امكاني التلخيص، لان في يعني احد المستمعين حاب انه تعيد يعني تركز على بعض النقاط، انه اليوم ما هي الظواهر الواضحة للتغيير المناخ او الغير الواضحه اللي ممكن للاسف يعني ممكن انه تيجي بسرعه. يعني ايش كيف كانت تلاحظي هذا الشيء دكتور؟ احنا علينا ارتفاع سطح البحر واضح جدا، سواء في كمية المية اللي موجودة، التيارات البحرية اتجاهاتها. البحر دلوقتي ما بقاش يعني سهل أي حد يعرف ينزل، يعني مش زي زمان خالص. يعني كمية المية اللي موجودة دلوقتي بقت صعبة جدا. في الشتاء بقى كل المية دي بتطلع بره، فاحنا علينا ارتفاع سطح البحر، ده من الحاجات الواضحة جدا. تآكل السواحل في بعض المناطق، في شواطئ عندنا اختفت تماما، شواطئ عندنا رملية وفي بعض صخرية، الشواطئ الرملية عندنا تقريبا اختفت. فالتآكل الانتروجن اللي بيحصل من البحر قوي جدا، السولت ووتر انتروجن، تملح اللي بيخش او المياه المالحة مأثرة. ان احنا عندنا في انفاق على الخط الصحي، زي ما حضرتك اسكندرية شريط صحي اصلا، احنا كل حاجة عندنا على البحر، فالانفاق اللي موجودة الحيطان بتاعتها الجدران ملحت، فدي حاجة احنا شايفينها. في الشتاء بقى الانفاق بتتملى مية كلها، فلو ما حدش بينزل النفق اساسا. نفس الكلام الانفراستراكشر بتاعتها بقى، الكهرباء مثلا، المواسير اللي بتعدي فيها الاسلاك، كل الحاجات دي المواسير نفسها بدات تتغير تاكل. فاحنا عندنا في مشاكل كتيره جدا بتحصل، زي ما اتحرك ارتفاع درجات الحراره الغريب اللي بوظ لنا المولدات وبيتعبنا احنا نفسيا، وعمل مشاكل كتيره جدا. ف دي من الحاجات اللي هي الاكستريمز بقى، الهيت ويفز والكولد ويفز. شو رأيك احنا في تعرفي منظمة المجتمع العلمي العربي في تبادل الخبرات على مستوى العالم العربي، يعني سواء بين الباحثين والمهتمين؟ ايش رأيك بهذا الشيء؟ ايش تقييمك حاليا لتبادل الخبرات الموجودة؟ وما هي دور بعض المنظمات مثل منظمة المجتمع العلمي العربي للعمل اللي بنعمله اليوم؟ احنا بالحقيقة بنحاول بكل حلقة نتعرف على ما يحصل في احدى الدول العربية من اجل انه يتم تشارك المشاركة، خلينا نقول، للخبرة هذه. في عندك اقتراحات معينة دكتورة بهذا المجال؟ كيف نشجع انه تبادل الخبرات هي أو مبدئيا هي رائعة جدا، يعني حقيقي المنظمة رائعة جدا، فكرة المجلة برضو رائعة جدا، والمسابقة كمان. يعني أنا بحاول أخلص أكتر من حاجة عشان أقدم، لحد دلوقتي لسه ما قدمتش. هو يعني أنا شايفة إن لو في مثلا مؤتمر يتعمل أو زيارات، في الأول زيارات للدول العربية، ممكن مثلا كل دولة تستضيفهم فترة حتى لو أسبوع واحد بس، بحيث إن برضو يتعمل دراسات على أرض الواقع،
تعرفوا على الناس، يبقى الحكومه بتاعت الدوله والجامعه نفسها مع بعض المختصين، يعني مثلا من كل كليه دكتور او اتنين، وننشر بقى الموضوع ده، كل دكتور ينشر الموضوع بتاع الخاص بالمنظمه، بحيث انكم تعرفوا اكتر. هتبقى رائعه جدا، والكلام ده يبقى على مستوى العالم العربي كله، اللي هو استضافه في كل دوله عربيه. يعني انا برضو من ناحيتي ممكن اعرض الموضوع ده عندي في المحافظه، ويبقى هتبقى حاجه حلوه جدا. وكده كده كل محافظه او كل دوله طالما دخلت محافظه واحده فيها، احنا بنتقابل كلنا كل سنه، كل سنه، كل شهر او شهرين في العاصمه. احنا عندنا في مصر كده في القاهره، طبعا لازم نقول ايه اللي حصل عندنا، ومين جه ومين قال ايه والكلام ده كله. في محاضرات تبقى اونلاين برضو من عندنا، تبقى حاجه رائعه جدا. طول أكيد ما احنا لسه عالم عربي لحد ما نبقى وطن عربي، فهتبقى حلوه لو احنا فعلا، يعني لو زرت كل دوله هتبقى حاجه كويسه جدا. إن شاء الله، يعني هذا هدفنا احنا نساهم بهذا الشيء، بتعرف يعني من خلال المجلة، من خلال الندوات اللي بنعملها مع الباحثين العرب. اليوم في عندنا مثال جيد يعني عم نفهم ايش عم بصير في مصر. كمان مثل ما تفضلت بالجائزة، يعني الجائزة مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي جائزة مميزة يعني مدى كل الباحثين العرب اللي حاليا يعملوا في مجال الكوارث، سواء الطبيعية أو للأسف من صنع الإنسان، أن يتقدموا لهذه الجائزة، إن هذه الجائزة كمان قيمة. معانا وقت يعني لحد الشهر سبتمبر يعني إن شاء الله، فإن شاء الله هيك. وكمان حتى المجلة يعني كتابة المقالات، راح يكون عندنا مؤتمر بالحقيقة، احنا الجائزة راح تسلم بشهر 12، بشهر ديسمبر، في عند تسليم الجائزة راح يكون في عندنا مؤتمر عن هذا الموضوع، فيعني نرحب فيك كمان أكيد إنك بمشاركتك. دكتورة بشكرك كثير يعني على هذه المشاركة معنا، وعلى كل الأفكار النيرة اللي أعطيتنا إياها، ونتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله نلتقي معك في فرصة قادمة. شكرا دكتورة، شكرا لكل شكرا لحضرتك. المستمعين، وإلى اللقاء، بالتوفيق دكتورة. الله يخليك، شكرا. أهلا، مع السلامة، شكرا. الله يسلمك.